مساء الخير للحاضرين والحاضرات. صراحة يعجز اللسان عن وصف اللحظة، ووصف اللحظة اللي تم الاغتيال في هذا الشهيد الجد محمد بن عيسى. شخصيا التحقت في الجامعة وأنا ذو 17 سنة، سنة 90. تعرفت على الشهيد مباشرة بعد خروج ديالو من السجن في استقبال داخل الساحة الجامعية. هذه العام 90 كان مناسبة للأسبوع الثقافي الأول من كلمة دار المعارس، وكان أسبوعان ناجحا بامتياز، كان مؤشرا على واحد المرحلة ديال الانتقال ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من واحد الوضع لواحد الوضع آخر اللي كان يروم فيه المسألة ديال التنظيم ديال الهيكلة ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث مباشرة تطلق ما يسمى بالحوار الفصائلي، واللي كان الشهيد الجد محمد بن عيسى واحد من الفاعلين فيه. انا ذاك كانت لجنة الجامعة التقنية بطبيعة الحال، وكان الشهيد عضوا فاعلا فيها. هذا الأسبوع الثقافي كان هو مؤشر على التحول، هو الانتقال من الاتحاد الوطني في غياب التنظيم إلى الهيكلة. أنا ذاك كانت الفصائل التاريخية 5، ما كنسميو الفصائل التاريخية، وكان هذا الأضياف نتاع القوى الظلامية آنذاك كانت دخيلة على الجميع، بل أكثر من هذا كان الوجود ديالها متمثلا في أفراد، وكان ضعاف. كنقول أنها في بداية التسعينات، في 91، يعني بدا هذا الحوار الفصائلي في 91. بطبيعة الحال هذه في 90 عشنا أحداث بغينا نقولوا خطيرة جدا، متمثلة في 14 ديسمبر. كانت الهجوم اللي تعرضت له مدينة فاس من طرف العسكر أدت إلى آلاف الشهداء، واللي بطبيعة الحال الجامعة نالت حقها في هذا الوضع. هنا في هذه السنة هذه كان بدا التأسيس، قلت أنا في النقاش ديال محاولة تجاوز مرحلة لا تنظيم فوز الاتحاد الوطني، والمرور مرحلة بطبيعة الحال الشهيد كان فاعلا. العلاقة ديال الشهيد علاقة كان فيها اشتراك السكن في المحكمة كذا، يعني كان حنونا. الحضره راه دراري صغار ونعيسى راه كبير، يعني بعيسى ديك الساعه كبير، يعني يفوقنا تقريبا ب 20 سنه، ويعني كبير هذيك الساعه انا مازال صغير راه كنت مرهوش، يعني بصراحه يعني كنت 17 عام، يعني بمعنى مع البنيه الجسديه كتبين لي بحال اللي مازال، يعني يمكن مازال صغير يعني بالمقارنه معه. بمعنى كان انسانا طيبا، كان رافضا، باعتبار ان ديك الساعات احنا الشباب وشويه الحماس والتبادلي، كان رافضا لذاك المنطق ديال التعاطي، يعني بواحد حتى الخطاب ديالنا حنا كان فيه شويه يطغو عليه الطبع ديال الشباب وديال العنوان وديال كذا وشاف كذا، ولكن كان دائما يتحدث على اساس اعمال ديال العقل في مساله تدبير القضايا الخلافيه ما بين الطرف. هذا الحوار الفصائلي كان طارق ما بين 5 فصائل، ديك الساعة كانت الاتحاد الاشتراكي منظمة العمل التقدم الاشتراكية، وكان الطريقة اللي كانوا رفاق الشهداء بالإضافة إلى الطلبة القاعديين. في البداية ديال 91، مباشرة بعد أسبوع ديال الطريق الجديد، فوجئنا بهجوم تتالي على الجامعة في تاريخ 26/10/1991. إذن واحد نقاش جماهيري كنا كنسميوه نقاش جماهيري في وسط الجامعة، وكان نقاش حول المعركة اللي خصهم ياخذوها الطلبة من أجل التسجيل ديال المترو ديال الحي كذا، يعني مجموعة ديال المطالب. من خلال ذيك كانت واحد الحركية، كان هجوم نتاع هاد التيارات الظلامية على الجامعة، واللي خلف أنا بحدود الآن، يعني بحدود المعرفة ديالي، مجموعة ديال الرفاق خلف 34 مصاب، كلهم أحيلوا على السجن المدني ذكر عين قادوس، يعني كضربوا هنا وتهزوا ويديه للسطافي ديال البوليس. بل كنا يعني هذيك العملية ديال المناوشات كتشوف بأن البوليس
يشكل واحد لاكوبيرتور لهذه الخوانجيه في العمليه ديال الهجوم ديالو. نفس العمليه في هذه السنه نيت وصلنا نبأ ديال الاغتيال ديال المعطي بوبلي اليوم بعد اختطافه من التدبير 31/10/1991، واختطفوه من التدبير امام الاستاذ ديالو امام الطراره، وداوه لواحد الاقامه في حي القدس، وتم التقطيع ديالو بالمقاط والجمع ديال الدماء ديالو في الكنينات الى ان استشهد. يعني هذه كانت بمعنى انه هذه المخابرات، هذا الليستي، هذا الاواكس اللي كان، شو كان كيدير في الجامعه؟ الا ما كانش غيشوف بحال هذه الجرائم. ففي السنه ديال 91 نفس العمليه تكررت، ولكن يعني سماوه هما ذكرى ما نقدر نقول انا استرجاع الجامعه. جات ما يزيد ما يمعنى اللي كنا كنشوفوا هو انه جات عبر فيارق هاي بطل ما عندهاش علاقة بالجامعة، يعني لا في المستوى البنية الجسدية ولا كذا اللي لا علاقة لهم بالجامعة، فيها يعني الجزارة تلامذ خط عراء مجموعة، كان ثلاثة ديال الفيارق مختلفين في العصابات. العصابات كانوا على ما أتذكر، يعني اللي بقيت كنذكر عصابات خضر وحمر كذا، بالإضافة كون أن كل دوك الوسائل ديال العصي وداكشي هذاك اللي ديال الخشب كلهم مكتوبة فيهم اسم الله، فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيها لا إله إلا محمد وكذا، يعني بمعنى أن وبالإضافة أن دوك الجناوة أنا دوك اللي عندهم الكر كلهم مدهونين بشي بالثومة والبصل، بمعنى أنه ولا ضربك ما خصهاش تضرب، غير باش نختصر هادشي كامل. يعني كنقول دائما كان واحد لاكوبيرتور دايرها القوات ديال القمع، لانه خلال هذه المده السنتين راه تقريبا ما يزيد على 14 مواجهه اللي كانت مع البوليس، يعني الهجومات ديال البوليس على الطلبه في الجامعه، اضافه للقمع اللي كنتعرضوا ليه من طرف البوليس، كاين دعمهم لهذه القوى من اجل الضرب في 93 وبالضبط يوم 25/2/1993 بلغنا النبأ الفاجع، هو اغتيال رفيقنا. وبعد اعتراض سيارة نقل أمام مقهى الزهور من طرف هذا العصابة، وتم الإخراج ديالو بطريقة بشعة، وتم اغتياله ببرودة الدم بعد 5 أيام في العناية المركزة بالغساني، استشهد الرفيق، وتم حلم بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعه ضاعت الجامعة، والحال ديالها الآن أكبر دليل. وصراحة الشهيد كان نعم الأخ نعم الأب، وشكرا.